كوكب المريخ. يعرف كوكب المريخ باسم الكوكب الأحمر، وهو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي، ويصنف على أنه كوكب صخري واسمه باللاتينية مارس. لقد اتخذه الرومان إلها للحرب، وسمي بالكوكب الأحمر بسبب لونه المائل إلى الحمرة نظرا لارتفاع نسبة غبار أكسيد الحديد على سطحه وفي جوه. يبلغ قطر المريخ حوالي 6800 كيلومتر، وبذلك مساو لنصف قطر الأرض، وثاني أصغر كوكب النظام الشمسي بعد عطارد. تقدر مساحته بربع مساحة الأرض. ولكوكب المريخ قمران، يسمى الأول منهما ديموس، وهي كلمة يونانية تعني الرعب، والثاني يسمى فوبوس، وهي تعني الخوف. ويعتقد العلماء أن كوكب المريخ احتوى الماء منذ ما يزيد عن 3 مليارات من السنين. ويعتقد العلماء أن كوكب المريخ احتوى الماء منذ ما يزيد عن 3 مليارات من السنين، الأمر الذي جعل بعض العلماء المعاصرين يطرحون فرضية وجود حياة على كوكب المريخ.